قبل ما تفكر في المشروع ديال بيع العطور في المغرب، غادي نعطيك واحد المجموعه ديال النصائح والتوجيهات ضروري تاخذها بعين الاعتبار قبل ما تفكر في المحل، قبل ما تفكر في السلعه، قبل ما تفكر في اي شيء. خاصك تعرف بان لو مارشي في المغرب كاين قسم لاربعه ديال الاقسام. كاين واحد الفئه ديال المستهلكين بحكم القدره الشرائيه ديالهم كياخذوا بزاف العطور ديال العبار، هادو اللي كنشوفو كيخلطو بالسرانك وكيخلطو الزيت العطري مع الكول وكيعطو للناس، وهذا مارشي زوين. وكاين واحد الفئه كتاخذ العطور الجاهزه ديال الجينيريك اللي هي تقريبا نفس هادو اللي ذكرت لك سابقا ولكن بصيغه اخرى، كيديروا لومبالاج وكيديروا السميه وكيديروا البراند ديالهم، وهذا حتى هو في مارشي زوين بزاف. كيبقى بين هذا وذاك كيكون واحد الاختلاف ديال الماده الخام باش كيخدم اي واحد. ما عرفتش واش هادو اللي كيخدموا يعني عشوائيين ديال العبار واش كيخدموا بشي كاليتي زوينه ولا لا، الله اعلم. ولكن شفت في لو مارشي ديال الناس اللي دايرين البراند ديالهم او اكتشفت فيهم اللي كيخدم بزيوت عطريه ذات جوده عاليه جدا، وحتى هذا نقول لك مارشي زوين وكاين الناس ديالو بزاف. وكاين واحد الفئه كتخدم بعطور جينيريك اللي هي تقريبا نفس هذو اللي ذكرت لك سابقا ولكن هي عطور جاهزه مستورده من الخارج. وحتى هاد العطور الجينيريك الجاهزه المستورده من الخارج لها ما لها وعليها ما عليها. كاين اللي فيها عاطينا غير الباكاجينغ والزواق والخوا الخاوي، ولكن المكونات نقول لك تقدر تلقى هادو اللي ذكرت لك سابقا ديال العطور الجاهزه اللي داروا البراند ديالهم احسن من هادو اللي جايين من برا، وفيها كذلك عطور جاهزه مستورده من الخارج وبثمن رخيص وجوده مزيانه. وحتى هادو حتى هما كاين الناس ديالهم، حتى هما كاين الناس ديالهم فيهم لو مارشي ديالهم زوين. ثم كاين واحد الفئه ديال الناس اللي ما تاخذلكش هادشي اللي ذكرت لك سابقا، هما مرسخ لهم في الدماغ ديالهم العطور الاصليه فقط، واللي هي كتنقسم الى قسمين، عطور ديزاينر وعطور النيش. نبدا بعطور ديزاينر اللي كيتراوح الثمن ديالها ما بين 800 درهم حتى 1500 درهم بلوزيموان، وهذه كلها كتكون جايه من الخارج. ثم كاينه الفئه الاخرى او الاخيره اللي هي كتاخذ غير عطور النيش والالترا نيش، وحتى هادو كاين لو مارشي ديالهم. يعني انت فين ما درتي راسك غتصيبو، انت فقط غادي تشوف البيدجي ديالك باش باغي تخدم، والفئه المستهدفه، وشكون اللي في الاول قريب ليك انك تبدا معاه مزيان وما تكونش عندك خساره. سواء بديتي بعطور التركيب، سواء مشيتي للعطور النيش او الالترا نيش مباشره، غير اللي نوصيك عليها الا كنتي باغي تخدم بعطور التركيب او باغي دير براند ديالك، فحاول ما امكن دير زيوت عطريه ممتازه او ذات جوده عاليه باش تحافظ على ليماج ديالك وتحافظ على البراند ديالك وتحافظ على القاعده الجماهيريه ديالك وتمشي بعيد ان شاء الله.